يقول السائل: ما حكم الذين يأتون بالتمائم ويلقونها عند الكعبة؟ لأنني وجدت تميمة أمام باب الكعبة وفتحتها ووجدت فيها بعض الأوراق ومكتوب عليها: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وقول وأفوض الله عني، ما حكم ذلك؟ كتابة التمائم وتعليق التمائم أمر لا يجوز، لأنه وسيلة إلى الشرك، لأنه وسيلة إلى الشرك، لأن الذي يعلق التميمة يعتمد عليها ويظن أنها هي التي تسبب له الخير، تطرد عنه الشر وينسى الله سبحانه وتعالى. ولهذا عدها النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك، فقال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، أي لا أتم الله له أمره. وفي رواية: ومن تعلق تميمة فقد أشرك، أشرك بالله، لأنه اعتمد على التميمة وظن أنها هي اللي تدفع عنها الضرر وتجلب له الخير. هذا من ناحية. الناحية الثانية أن هذا فيه إهانة للقرآن، إهانة للقرآن، أنه يكتب ويلقى في مكان وقد يوطأ وقد يدخل به المحلات القذرة، دورات المياه، هذا فيه إهانة للقرآن، تعريض القرآن للإهانة. والقرآن ما أنزل ليجعل تمائم، أنزل ليقرأ ويعمل به، ويعمل به ويستفاد من معانيه، ما أنزل ليكتب تمائم ويعلق على الرقاب أو على الدواب أو على السيارات أو على عاد ما ندري إيش القصد من إلقاء عند الكعبة، هل هو سقطت منه التميمة ولا درى، أو أنه قاصد وضعها عند الكعبة فيظن أن الكعبة أيضا فيها نفع له وفيها دفع للضرر عنه. أن الكعبة بيت الله، محل عبادة ومسجد يصلى فيها ولا يطلب منها شيء، ما يطلب من الكعبة شيء، وإنما يطلب من الله جل وعلا.